لقد بيت إبراهيم النية لهدم عقيدة الكفر التي يعتقدها أهل تلك البلاد، وقرر أن يعطيهم الدرس العملي في أن هذه الآلهة لا تضر ولا تفيد ولا تنفع ولا تشفع ولا تبصر ولا تسمع. وقد نوى كشف حقيقة هذه الآلهة التي صمموا على عبادتها ولم تفدهم موعظة ولا برهان، فأقسم أن يلحق الأذى بها ليعرفوا حجم تلك الآلهة ويقيم عليها الحجة أنها عاجزة وأنها لن تكسبهم خيرا ولن تلحق بهم شرا. أرجو أن تكون تماثيلي قد نالت رضاك يا ملك ملوك الأرض. يا آزر، أنت من أخلص الرجال والعباد للتماثيل، أنت من تحيي الإيمان في قلوب البشر، فتماثيلك هذه لها بريق وسحر يجذبني دائما لعبادتها، ولهذا أنا دائما أبعث إليك لتأتيني بكل جديد. فهي تماثيل مباركة صنعتها يد ماهرة مؤمنة عابدة مخلصة للآلهة. وسأظل يا مولاي في خدمة الآلهة وخدمتك طوال عمري، ولن يثنيني عن خدمة آلهتي سوى الموت. الموت فقط من يمنع آزر من عبادة الآلهة. وكانت سارة تتعجب من أمر إبراهيم، فهو دائم الذكر ولا يكف عن مناجات ربه، مسبحا حامدا شاكرا مصليا حنيفا مسلما. وسألته سارة: ماذا تفعل يا إبراهيم؟ قال: إنني أصلي لله، فلقد كان دائم الصلاة والعبادة. قالت سارة: من علمك هذا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: إن من علمني هو الله الذي علم النحل كيف يبني بيتها. وقالت سارة: يا إبراهيم، من أدراك أن هذا هو الحق؟ قال إبراهيم: لماذا أبغي غير الله ربًا وهو خالق كل شيء؟ قالت له سارة: يا إبراهيم، أهو يسمعك؟ قال إبراهيم: يعلم سري وجهري ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قالت سارة: إني أسلمت مع إبراهيم لرب العالمين. وهكذا أصبح إبراهيم وسارة مسلمين لله، موحدين، يخالفان قومهما في عقيدتهم الفاسدة. أيتها الآلهة، أرجعي إبراهيم عما يدور بخلده واشفه مما أحاط به، فإنها نار مشتعلة ستأكل الجميع. لقد ولد لوط يا آزر، ولد لوط، أصبحت جدا يا آزر. لوط حفيدي،
فلتبارك الآلهة لوطا، وليكن من خدامها وعبادها، يقدم النذور والقرابين لها. هيا يا أم إبراهيم، نأخذ لوطا للآلهة لتباركه. قل للملك النمرود: الأورغال كبير الكهنة يخبرك بأن ملكك غير مهدد. غير مهدد؟ نعم، غير مهدد، وأن ما حدث من توقعات وتنجيم ما هو إلا محض اختراعات عقلية وتنبؤات بشرية. يا أورغال، يا كبير الكهنة، إن كلامك هذا سيطمئن الملك النمرود ويجعله يحتفل بالعيد وهو في غاية الأمل والسعادة. وهذه بعض هدايا الملك النمرود لكم يا كبير الكهنة. اشكره على ما قدم، وقل له إنني سآتي بنفسي لحضور احتفالات العيد. أهلا بك يا أورغالو، يا بشير الخير. من هو الأورغال يا شيخنا الجليل؟ ماذا كان يفعل وما دوره؟ هو كبير الكهنة، يأخذ الأموال من الناس، يعدهم بأشياء، يقفون على بابه ليل نهار يعتقدون فيه أنه سيحل كل مشاكلهم وسيسخر لهم الآلهة، وكان على علاقة قوية بآزر. تحياتي لك يا كبير الكهنة. آزر، ماذا جاء بك يا آزر؟ ولدي إبراهيم يتحدى الآلهة ويفسد علينا دين آبائنا وأجدادنا. إذن فاقتله يا آزر، هذا خطر عليك عظيم، أو اطرده خارج البلاد.